العملية الانتخابية دقيق صمت رحم على أرواح أن هذا الحزب مؤهل أن يقود، وكل واحد مسؤول أمام الله وفي التاريخ وأمام نفسه أن يمد صوته. معليش ماكش معاه، روح وحط ورقة بيضاء، ولكن هذا واجب تاعك وطني. اليوم لازم نخمم مليح، احنا ماشيين إلى بناء مؤسسات، هذه المؤسسات حتى وتكون شوية ناقصة تكون شوية عرجة ولكن موجودة، ونصحوها في المستقبل. هذا البرلمان الآن جاي برلمان بعده، نزيد نصحه في الفكر، في البرنامج، في الرؤية، في الأشخاص، يتصحح، ولكن هذا يتصحح بالذكاء، بالنقاش والحوار، بالفكر السياسي، بالوعي.